هذا وكذا معالي الشيخ سلمان بن خليفه الخليفه وزير الماليه والاقتصاد الوطني ان مملكه البحرين مستمره في تحقيق النمو الاقتصادي الايجابي وتعزيز مكانتها الماليه بما يسهم في رفع تنافسيتها كموقع هام على خارطه الاقتصاد العالميه مشيرا معاليه الى ضروره مواصله دعم الجهود الراميه للتنميه المستدامه من خلال تحقيق النماء والازدهار الاقتصادي على كافه المستويات الاقليميه والدوليه مشيدا بمسار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البحرين والولايات المتحدة التي تسهم في فتح آفاق أرحب بصورة مستمرة لمزيد من الشراكات على مختلف الأصعدة جاء ذلك لدى لقاء معاليها اليوم سعادة السيد ستيفن مونشن وزير الخزانة الأمريكي بمناسبة زيارته للمملكة في المشاركة في ورشة السلام من أجل الازدهار التي تستضيفها البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة تم خلالها لقاء مناقشة سبل التعاون تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك وأوجه تعزيزها بتوفير المزيد من الفرص المتنوعة والواعدة في القطاع الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين